السلام عليكم يا شباب، ده هيبقى اللاب بتاعنا على المحاضرة الرابعة. هيبقى هناخد عليه مين شيت، تمام. بس في حاجة زيادة هقولها لكم في الفيديو ده، هي فانكشن كده يعني ايه زيادة، يعني مش هتبقوا عارفينها، اسمها ستيو. ايه الفانكشن دي؟ دي شبه سي اوت او سي انبوت. طب هي بتعمل ايه؟ بيقولك لما بتيجي تطبع كلمة انت بتحجز لها مكان، يعني مثلا هلو دي كام كلمة؟ 1 2 3 4 5. فبالتالي اللي بيحصل ان الكمبايلر عندك او البرنامج عندك بيحجز الكلمة دي 5 اماكن على الشاشة، 5 كاركتر، تمام، لما بيجي يطبع. فقال لك طيب الستيو دي بتعمل ايه؟ الستيو دي بتحجز بعديها 7 اماكن، يعني بتخلي الكلمة اللي بعد هلو تاخد 7 اماكن، او كأنها تاخد 7 حروف. بس وورلد دي خلاص هي 5 خلاص. فبالتالي لما هتيجي تتطبع هتتطبع هلو وجنبها 2 سبيس وورلد. او ايه لازمتها دي؟ مجرد حاجة بتطبع بشكل معين، يعني عايزة اطبع الكلام بشكل معين، ان مثلا اسيب بين الكلمه دي والكلمه دي مثلا 5 سبيسز او 6 سبيسز او 8 سبيسز. انا عايزه اطبع بالطريقه دي، يعني هي طريقه طبع مش اكتر. او فبنعمل ايه؟ فاللي احنا بنعمله ان انت بتحدد مثلا الكلمه دي لو هي 5 وانا عايزه اسيب هنا 5 اماكن مثلا، سبيس 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 5 سبيس، بحط ستيو كام؟ 10، تمام، على حسب عدد السبيس. هنشوف دي اكتر في ايه، في يعني في فهم حل الشيت. هي مجرد بس فانكشن بتطبع بشكل معين مش اكتر من كده. بس عشان استخدمها لازم استخدم اللايبرري دي، هي input output manipulation او mamp.h. زي ما قلنا سي اوت او سي انبوت، نحط اللايبرري دي. لو انا عايز استخدم الستيو لازم احط اللايبرري ديت. خلاص تمام. ممكن حتى تبقى مش مفهومه قوي دلوقتي، بس يعني ايه هنفهمها مع بعض. طب الشيت ده احنا بنتكلم على شوية بيزكس مش اكتر. يعني هي هتكون زي كومبليت ام سي كيو ترو اور فولس. احنا حاطين الحاجات دي علشان في الامتحان لو هيبقى اونلاين هيبقى فيه جزء طبعا ايه هيبقى ام سي كيو او هيبقى صح وغلط او كده، فتبقوا متدربين مثلا على نوعية الاسئلة او ازاي هي ممكن نحددها. اول سؤال بيقول لك اكتب example of a normal C++ comment and an example of slash enigma comment. يعني اكتب لي شكل الكومنت العادي اللي هو بتو سلاشز وشكل الكومنت اللي هو بسلاش نجمة، تمام. زي ما احنا شايفين ده comment to slash وده الكومنت اللي هو سلاش نجمة ونجمة سلاش. ده بيتكتب كده ده بيتكتب كده. طيب قول لي في كام بايت احنا ممكن نستخدمها كداتا تايب ان 32 بت سيستم. سيبكم من 32 بت سيستم دلوقتي، انا عايزه اعرف بس الانتيجر هياخد كام بايت، اللونج دبل كام بايت، الفلوت كام دبل سوري كام بايت، والتايب لونج هياخد كام ايه بايت. هما كلهم 4 ما عدا اللونج دبل هي اللي بتاخد دن، الدبل العادي بتاخد 8. طيب true or false a variable of type character can hold the value 301. يعني ينفع ان انا اجيب variable خلاص هي x مثلا وال character x equal 301؟ هل ده ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان 301 ده رقم، ده integer، فلازم اقول int int x equal 301 مش character x، تمام، لان character انا بنشيل حروف، يبقى character بتشيل حروف بس، تمام. يقول لك والله لو انت عايز display الحاجات دي على الشاشة ايه الكومنت اللي هتكتبها؟ لو عايز تطبع character x ازاي هتكتبه؟ هكتب سي اوت سمولر زين واحط سينكل كوتيشن
واحط اكس منها. طيب لو انا عايزه اطبع اسم الجام هعملها ازاي؟ احطها ان دبل كوتيشن ان دي سترينج، هي دي سنتنس جمله عاديه. لو عايزه اطبع رقم بحطه من غير اي لا سنجل كوتيشن ولا دبل كوتيشن. دي انواع الاوتبوت اللي احنا كنا اتكلمنا ايه عليها في المحاضره. رقم 5 بيقول لك true or false in an assignment statement the value on the left of the equal sign is always equal to the value of the on the right side. يعني في لما بيجي اعمل assignment statement يعني اقول مثلا x تساوي 5 okay او فهل ال x تساوي 5 طول الوقت؟ لا، هي مش تبقى على طول غير لما اعمل run. يعني لازم اعمل ران للبرنامج وينفذ الاوردر ده علشان تبقى فعلا صح. اوكي، يبقى هي they are not equal until the statement is executed. يعني executed تتنفذ. يعني انا لو كتبت في الكود x بتساوي y او x بتساوي 5 خلاص، هي ال x مش هتساوي 5 غير لما اعمل ران للبرنامج والبرنامج يروح ياخد ال 5 ويخزنها في الميموري في مكان اسمه x. From 6 write a statement that displays a variable George in a field of 10 character wide. يعني انا عايزه اطبع جورج بس احجز له 10 اماكن. يبقى ايه ال function اللي هتعملنا الكلام دي؟ هي ال stu ديت سي اوت واعمل stu 10 وبعد كده اكتب جورج. فمعنى كده ان هو جورج دي كام حرف؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى جورج هيتحط في اخر 6 في الويت في المكان، والاربعه اللي قبل جورج هيبقى فيهم سبيسز. لما بطبع هو بيبقى في الاخر، يعني بيقعد في الاخر والباقي سبيس خلاص. يبقى جورج هو هيتكتب من في الويتس او في الاماكن من مثلا من 4 ل 10، واول اربع اماكن هيبقوا سبيسز. تمام. ايه الهيدر فايل اللي انت المفروض تكتبه علشان تستخدم سي اوتبوت او سي انبوت؟ احنا قلنا ان هي input output stream. اكتب statement that gets يعني numerical value اللي هي بتحصل على numerical value رقم from keyboard من الكيبورد بتاعك and place it in the variable temp. يعني احصل على variable خلاص وحط ال variable ده او احصل على value معينة قيمة معينة من الكيبورد مثلا user بتطلع من اليوزر وحطها في variable اسمه temp خلاص. هعملها ازاي؟ هكتب سي انبوت temp. يعني ايه سي انبوت؟ يعني انت عندك قيمه هتخش لك اليوزر هيدخلها لك من الكيبورد عنده، وانت هتروح تخزنها في الميموري في مكان اسمه temp. true or false is perfectly alright to use variables at different data types in the same arithmetic expressions. احسن حاجه ان انا دايما استخدم نفس نوع ال variables perfectly alright to use variable of different data types in the same arithmetic expression. يعني ممكن نستخدم كذا نوع variable في نفس arithmetic expression، يعني حاجة float مع حاجة integer، فبالتالي ده شيء طبيعي عادي يعني ما فيش مشكلة خلاص. لو قلنا yes لما قعدنا نقول حاجة ان هو بيحولها، فعادي جدا ان يكون عندي في نفس العملية الحسابية كذا نوع من ال variable. expression 11 mod 3 evaluate 2. يعني لو عايز اعمل 11 mod 3 اعملها ازاي؟ long division 11 not divisible by 3 دي ماشي اسمها 3
نشوف اكبر اكتر حاجة. 3 في 3 بكام؟ 9. دي 3 في 4 12، فمينفعش 3 في 3 9، فدي 9. هنا هيبقى فاضل 2، يبقى دي كام؟ 2. ده الايه؟ الريميندر. خلاص، يبقى لما اقول لك 11 مود 3 يبقى الانسر كام؟ 2. طيب an arithmetic assignment operator combines the effect of what two operators؟ يبقى ال assignments اللي هي ال equal وال arithmetic اللي هي زي ال plus وال times. يعني ايه ال assignment؟ ال assignment اللي هو بتدي حاجة القيمة، يعني مثلا انت بتقول ايه ان x بتساوي 2 plus 5، يبقى دي اسمها assignment. ليه؟ لانها بتدي ال process، يعني 2 plus 5 بتاخد القيمة بتاعتهم وبتديها لحد، يعني اصلا اللي هي بتدي لها قيمة، بتدي ال x قيمة جديدة، دي اسمها assignment operator اللي هي ال equal. effect of what two operators؟ لأنهي operators؟ أي حاجة بقى، ضرب، قسمة، جمع، طرح، اوكي. ف ال assignment operator combines، يعني بتجمع ال effect بتاع أنهي operators. يبقى ال assignment operators اللي هي ال equal بتجمع ما بين ال effect بتاع ال plus أو ال minus أو ال times أو ال a أو ال division. الأسئلة كلها سهلة يعني، just concepts، بس هي دي حاجات ايه تبقى كويسة في الامتحان كام سي كيوز، ده مجرد اكزامبل بس علشان ايه تتعودوا عليه، تتعودوا ان انتوا تشتغلوا. Write statement that use an arithmetic assignment operator to increase the value of the variable 10 by 23. Write the same statement without an arithmetic assignment operator. هو هنا انا عايزه اعمل ايه؟ arithmetic assignment operator اللي هي قلنا اللي هي equal ومعاها plus assignment operator. خلاص، يعني assigned ومعاها operator اللي هي زي temp plus equal 23. خلاص، يعني انا بدل ما اكتب temp equal temp plus 23، لا انا هستخدم assigned operator. يعني ايه؟ يعني انا في نفس الوقت بدي value في نفس الوقت بعمل operation. خلاص، فدي اسمها assigned operator اللي هي فيها ال plus او ال equal او minus و equal او times و equal او division و equal. خلاص، ليه؟ عشان ازود ال value بتاعت ال temp ب 23، يبقى temp plus equal 23. قال لي اكتب تاني الجملة من غير ما تستخدم arithmetic assigned operator، من غير ما تستخدم الطريقة دي، تكتبها بالطريقة العادية اللي هي temp بتساوي temp plus 23. The increment operator increase the value of the variable by how much? The incrementation اللي هي كنا أخذناها في العلامة دي، بقول لك مثلا عندي variable اسمه a، و a بيحصل لها plus plus، معنى كده الكلام ده ايه؟ ان لو ال a مثلا في 10 هنا، بعد ما اعمل لها plus plus ال a هتبقى في 11. خلاص، فبتزيد بواحد. خلاص، طيب assuming variable starts with a value 20، what will the following fragment print out؟ ايه اللي هيتطبع من هنا؟ بدأنا بعشرين، يعني انت عندك variable 1 بكام؟ بعشرين. طيب يعني انت عندك variable طب ايه اللي هيحصل هنا؟ انا عندي سي اوت، خلاص، variable 1 minus minus. خلاص، يبقى المفروض ال variable 1 هيحصل لها ايه؟ هتقل، صح؟ تبقى 19. بس خلي بالك ان هنا الاشاره postfix، يعني ايه؟ يعني هتطبع بعد كده تقلل، لما دي تتبين هتطبع كام؟ 20 مش 19.
يعني هنا دي هتبقى 20. ليه؟ ما احنا هنا قلنا ان احنا ان دي هتقلل بواحد. هي هتقلل بواحد بس هي هتطبع 20. يبقى دي هتروح تطبع 20 وتروح في الميموري تغير قيمة ال variable 1. يعني لو انا عندي ميموري كده الفاربل ده مثلا كان بتوينت خلاص هو فاربل 1 تمام. لما رحت عملت الستاب دي اللي هي سي اوت فاربل ماينس ماينس، ايه اللي هيحصل؟ هتروح تطبع على الشاشة 20 الاول، اول حاجة تعملها تطبع، هتنفذ امر الطباعة، بعد كده هتروح الميموري تغيرها تبقى 19. يبقى هي هتعمل ايه؟ هتطبع تعمل عمليات الطباعة الاول اللي تطلع الاوتبوت، بعد كده تروح تغير الفاليو في الميموري. خلاص ليه؟ لان ده بوست فيكس، العلامة بعد الفاريبل هنا مش قبل. تمام. طيب بعد كده السي اوت positive variable، يعني ايه positive variable؟ يعني هتروح تغير ال variable تخليه بكام؟ هتروح الاول للميموري، يعني هي في الاول دي positive، يبقى لازم تروح الميموري تاكسس الميموري الاول قبل ما تطبع، وتروح مزوده ال variable بكام؟ بواحد، بقى كام؟ 20. بعد كده تروح تطبع لان دي اسمها perfect. خلاص اتمنى انها تكون مفهومه. يعني يبقى هنا خلي بالكم لما تلاقوا العلامه بعد الفاربل خلاص، يبقى تروح بقى تنفذ الاوبريشن، تروح تطبع الاول، تروح تعمل اي حاجه، بعد كده تروح الميموري تغير قيمتها. لما تلاقي العلامه او الاوبريتور قبل الفاربل عندك، تروح تغيرها في الميموري الاول، بعد كده تروح بقى ايه تستخدمها في الجمع، في الطرح، في تطبعها. تمام. يبقى لما تلاقي العلامه في الاول لازم تروح تغير القيمه في الميموري الاول، لما تلاقي العلامه في الاخر خلاص لازم تعمل البروسيس، سواء كنت بتستخدمها في جمع، في ضرب، بتطبعها، باي حاجه، بعد كده تروح تزودها. تمام. اتمنى انها مفهومه. يعني بغض النظر يعني عن الشيب ده، اوكي انا عايزه اطبع الموضوع ده بنفس الطريقه دي كده، يعني يبقى في كولم هنا وكولم هنا وبينهم سبيس. خلاص. فقال لك وعايز استخدم الكلام ده بالسي اوت، يعني انا عايزه اطبع الكلام ده باستخدام سي اوت واحده بس. هعملها ازاي؟ هستخدم، انا شايفة ان اكبر رقم عندي 1 2 3 4 5، واخد 5 اماكن. خلاص. فهسيب بين الرقم الاولاني والرقم اللي جنبه قولي مثلا معايا كام، 3 سبيسز مثلا، 3 سبيسز مثلا. فهكتب هنا سي اوت اول رقم، وبعد كده هسيب 8 سبيسز، بعد كده الرقم الثاني، الرقم الثاني ده هيتغزل في ايه؟ في اخر 3 ارقام في ايه؟ في الويتس ده، في المكان ده. تمام. وبعد كده اللي هيتطبع يعني هيبقى فيه سبيسز، 5 سبيسز بين الرقم ده والرقم ده. خلاص. بعد كده انزل اعمل سطر جديد. خلي بالكم انا ما قفلتش هنا، ما حطيتش سيمي كولن، ده كل ده نفس الكومنت، يعني كل ده مكتوب جنب بعضه، انا بس عشان اخلي الشكل كويس يعني عشان يبقى بالنسبه لكم تعرفوا تقروه. بعد كده اكتب الرقم الثاني واسيب برضه 8 سبيسز، بعد كده احط الرقم الثاني ده 4 ارقام، 4 ارقام هتحطوا في الثمانية سبيسز الاخر، الاربعة سبيسز الاخر، والاربعة اللي في النص هيبقوا سبيس. تمام. طب تعالى نشوف بس احسن، تعالى نشوف على البرنامج.
هنشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. زي ما احنا شايفين اول رقم الطبعة هيحجز جنبه 8 اماكن، تمام؟ كل ده الرقم اللي بعديه هيتحط في الاخر، يعني في اخر 3 ارقام للتمانية، يبقى السبيس دول كام؟ 5 سبيسز فاضلين. تاني رقم حجزت له برضو 8، خلاص، بس هو 4 ارقام، هيتحط في اخر 4 ارقام من التمانية، والاربعة التانيين هيفضلوا فاضيين في النص كأنهم سبيس. عند الرقم اللي بعديه نفس الفكرة، والرقم اللي بعديه نفس الفكرة، الستيل بتخلي السبيس بين بين الرقم والتاني، الانت لاين بتخليك ايه تنزل على سطر جديد، بس خلي بالكم ان ده نفس اوردر، يعني كل ده سي اوت واحد بس، تمام؟ هنكتب برنامج بيطلع الارقام دي ازاي. اولا ان هو بيدخل integer constant ب10، وبتعمل arithmetic assignment operator بتزوده علشان يطلع 20، وبعد كده بتعمل decrement operator علشان يطلع 19، تمام؟ يبقى انا هعرف variable وهديله قيمة ب10، تمام؟ وبعد كده الفاربل هنا انا حطه، يعني انت ممكن يا اما تطلبه من اليوزر تكتب سي انبوت فاربل اليوزر يدخله، او انت اللي بتحطه بالطريقه دي. يا اما هتعمل انتجر فاربل بعد كده تعمل سي انبوت فاربل علشان تاخده من اليوزر، او ان انت تدخله كده بالمنظر ده. دي طريقه ودي طريقه، تمام؟ هنا انت مش بتطلبه من اليوزر، انت هنا انت مدخله اوتوماتيك في الكود بتاعك، خلاص، او مدخله مانيوال يعني. بعد كده بتكتب ان هتطبع قيمة الفاربل اللي هي ب10، هو قالك الاول عايز تطبع 10، بعد كده تطبع 20، بعد كده تطبع 19، بعد كده قالك المفروض انك تزود الفاربل ده يوصل ب10 عن طريق الايه الاسايند اوبريتور، اسايند اوبريتور، خلاص. فانا هعمل فاربل مضروب ايكوال 2، يعني كأني ضربت العشرة دي بكام؟ ب2، فساعتها ال variable دي هيبقى بكام؟ كام؟ 20. دي كأنها ايه؟ كأنها كده. طبعا اللي انا بكتبه ده جوه الكومنت بعد ال slash، فكأنه انك مش هيشوف، خلاص. يعني variable multiplication equal to هي variable equal variable ب2، خلاص. بعد كده قال لك انا عايزك بقى تعملي تخلي 19، فخلي 19 ان انا اعمل ايه decrementation بواحد، فهقول ايه variable minus minus، تمام؟ معلش انا عايزة لك الحتة دي، دي اسمها arithmetic assigned operator اللي هي فيها مثلا times equal او minus equal او مثلا variable division equal. ال decrement operator اللي هي minus minus او post post، اوكي؟ في الشيت هنا، يبقى هنا استخدمت ال ايه arithmetic assigned arithmetic operator، هنا استخدمت decrement operator. المفروض في المحاضرة احنا اخدنا ايه هو ال arithmetic assigned operators، اوكي، واللي هو كان فيهم وعملنا كود عليهم، واخدنا decrementation و incrementation، خلاص، اللي هي minus minus او positive positive، ودي بس بتشتغل لما بتبقى عايز تقل بواحد او بتزود بواحد، خلاص. طيب اخر كود عايزك تطبعله الكلام ده، write program to display your favorite poem، يعني القصيدة بتاعتك، واستخدم skip sequence مناسبة علشان تسيب line break، يعني تفصل ما بين السطور. لو انت ما عندكش يعني فاستخدم السطرين دول، تمام؟ فهو استخدمهم فعلا يعني، خلاص. طيب
بالظبط، اعمل سي اوت طبعا اول كلمه، بعد كده اعمل انت لاين نزل سطر وكتب الجمله الثانيه، بعد كده قفل الايه ونزل سطر كمان. بس ده ايه الكود. بصي حاجتي بسيطه و يعني مفيهاش حاجه، ده مجرد اكزامبلز من الامتحان ممكن يجي يتسال ازاي او كده. بلس هيبقى فيه اكواد طبعا، هعلمكم بقى ازاي يعني هنتدرب على كل النماذج اللي ممكن تيجي في الامتحان، خلاص هنتعلم برضه نكتب اكواد ونرنها تمام كل حاجه. طيب في بقى ايه اول تاسك عليكم، هتفتحوا الكتاب بتاعكم ده شابتر 2، هتلاقي في شابتر 2 في بيج 69 questions كلها اسئله شبه اللي احنا حليناها دي لحد 25، ما تحلش الاكسرسايز، حل بس الكويتشنز من 1 لـ25 تمام. هتلاقوا الاجابه في اخر الكتاب تقريبا بيج 916 يمكن، اوكي 915 شابتر 2 والكويتشنز دي الاجابات كلها مكتوبه، وانا حليت معاكم حاجات منها، يعني هو الشيت اصلا جاي من الاسئله دي. انتوا هيبقى في اسئله زياده انت المفروض تحللي كل الكلام ده في بيبر، تكتب بس الانسر بتاعتك و بالكام سكانر ترفعها لي وتحولها لي PDF وتبعتها لي. عايزه بخط ايديكم مش على الكمبيوتر، عايزه تكتب خط ايدك. طبعا انا مش هحتاج تنقلهم، يعني انا مش عامل لك تسكشن تنقلهم تمام. انت قدامي ملزم بالاسئله دي، يعني انا في الامتحان هجيب لك اي سؤال منهم ويبقى عليك تمام. انت عايز بقى تنقلهم، عايز تفهمهم زي ما انت عايز. المهم اي سؤال انت مش فاهمينه فيهم او مش فاهم ليه هو جاوبه بالطريقه دي، تقدر ان انت تبعت لي، وانا ان شاء الله في الفيديو الجديد بتاع الاسبوع اللي جاي هقول لك ايه الاسئله اللي انتوا اتسالتوا فيها او اللي سالت فيها تمام. ما خلصناش، انا عارفه انتوا حاسين ان احنا خلصنا بس احنا ما خلصناش. في الشيت ده علينا هنتعلم بقى دلوقتي، المفروض ان ده اللاب. هتعلم نكتب الاكواد دي ازاي وازاي تفكر فيها مع بعض. وهيبقى مطلوب منكم انك تعملي كل الاكواد ديت على البرنامج، وبرضو تحطهم دي كلهم في فولدر، وان انت تعمل لهم اكستراكت سوري كومبريس تضغطهم وتبعتهم لي تمام. وهنزل لكم الايميل هتبعتولي عليه الحاجات دي تمام. في الفيديو الجديد بقى هنشرحهم.